السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا عم الشيخ، والله الوالد اشترى قطعة أرض مساحتها 140 متر ودفع الثمن بالكامل واستلم وبنى على 150 متر. هو دلوقتي عايز يرد ثمن العشرة متر، وصاحب الأرض مات وفي ورثة أحفاده، هل يردهم بثمن قطعة الأرض من 30 سنة ولا ثمنها الآن؟ وهل يردهم يحطهم في جامع ولا يديهم للورثة؟ لا، يعطيهم في للورثة بسعر الآن. يديهم للورثة بسعر الآن. بسعر الآن. نعم، متشكر جدا على المشروع.